كانت المبتدئة لابد من وجود أخطاء تزعزع من قيمة المهرجان، لكن لماذا نشاهد مثل هذه الأخطاء في مهرجان في دورته السادسة؟ رغم استقطابه لأزيد من 2000 متفرج في ليلة واحدة، ما زال سوء التنظيم يسيطر على مهرجان جوهرة. جريدتكم الإخبارية أشواق ترصد لكم بعض اللقطات التي توضح الاختلالات الممتقة داخل هذا المهرجان. أنه الدورة السادسة مهرجان جوهرة، أن يكون التنظيم سيكون جيد، استفدوا من الدورات السابقة. هذه العشوائية بالتنظيم أتأثر على السير العادي ديال هذا المهرجان، وبدورنا كصحفيين كنوجهوا هذا النداء للمسؤولين باش تكون سواسية في إعطاء هذه المسؤوليات. أول مشكل كنا طرحناه النهار الأول ملي كان الاجتماع في ماساكو، كنا هو المشكل ديالنا أننا نحن الصحافة المحلية كنعانيو من أن من الولوج البلاصة اللي فين كيكونوا الفنانين. اليوم قال لك بلي قبل في الكونفرنس قال لك بلي هذه المشكلة غادي تحل، وبلي ما غتبقاش هذاك التحفظ ديالهم، ما غتبقاش الصحافة المحلية ضايعة ومنبوذة بارابور الصحافة الوطنية. اليوم بغينا ندخلوا بوعد من اللي مسؤولة على الجناح، ملي بغينا ندخلوا قال لك لا ما تدخلوش، الوغ المشكل ما غاديش يتحل، وغتبقى ديما الصحافه المحليه محقوره ومنبوده واخا كاع جميع الوعود وجميع الحلول اللي بقاو كيقولنا لا وما يمكنش وغادي تديروا هذا، يعني غير وعود فارغه اللي ما عندنا اصلا ما نديروا بها. وانتم كما كتشوفوا حنا ما دخلناش، عندنا اسئله نوجهوها للفنانين ديالنا، الفنانين راهم ديالنا وغيبقاو ديالنا واخا ديرو الحجره وتسدوا عليهم وديو الشعب. انا صحفيه وفان، الوغ خاصني ندخل اولا نقوم بالدور ديالي، انا عندي اسئله للشعب اللي طارحه، ماشي انا، ماشي اسئلتي انا، الشعب طارحه وبغى يعرف على اجوبه. والاخت المسؤوله راه وعداتنا قبل داب بنهار مع 3:30 باللي بصح غادي دير لنا النوبه، وحنا متفقين معاها والنظام اللي غادخلنا بالواحد بالواحد. احنا كاع الناس الصحفيين المحليين متجمهرنا هنا وقابلين بالنظام وباغيين ندخلوا بالواحد بالواحد، ولكن ما تسوقاتش لنا دخلات ولا سيكوريتي بقينا معاها في مشادات. حنا عارفين بلي الناس ما عندهم حتى شي مشكل معانا، ولكن المسؤوله راه دخلت تخبت داخل وخلاتنا حنا هنايا. قولي سمعت لك واحد